bloqué. Donc, quel est le processus et quelles sont les étapes et la démarche qu'ils vont adopter lors des sessions de coaching en soft skills? Nous avons beaucoup travaillé sur la construction d'une relation solide entre les coachs et les services de l'ANETI pour renforcer en fait la capacité de ces jeunes en des jeunes chercheurs d'emploi et leur donner beaucoup plus d'outils et de performances pour affronter en fait les challenges et défis du marché de l'emploi. Il s'agit de rencontrer les futurs coachs, d'apprendre à les connaître, de travailler avec eux sur des contenus de pédagogiques, à savoir normalement par rapport à des retours d'expérience, également sur le fait de construire avec eux des activités, des outils et des méthodes pour qu'ils puissent travailler avec les demandeurs d'emploi. On est dans l'échange des expériences des coachs et des conseillers d'emploi pour réunir notre effort. Tout d'abord, évaluer les soft skills et adopter d'autres outils pour l'application de ces soft skills au terrain. نحلى وقت اللي جينا أول نهار بستين طايح ما عندناش ثقة في رواحنا. كنت منغلقة شوية فما أفاق محدودة في تفكيري. 2009 2010 2011 نخدم رماجي. صورني أنا عامل فورماسيون اندستري دو بوا. كيفاش ما نلقاش خدمة؟ فهموا انه سوفت سكيلز هي اليوم اللي باش تخلق الفرق. اليوم في تونس فما بطبيعه الحال جاب ما بين سيستم ديدوكاسيون والمارشي دو ترافاي. دونك الناس الكل عندها دي ديبلوم باش يخلق الفرق ما بين ان كانديدا اي لوتر دون ان انتروتيان دومبوش هو المانيير كومون اي سو بريزونت. دونك حسيت روحي اللي باش وليت عندي القدره على الاقناع اكثر. نحاول نوصل فكرتي مثلا بطريقه باهيه من غير ما نفعل. قبل كنت انا كنتناقش مثلا انا وبنكاجي والحاج نحس في روحي ستريسي مثلا. نتعاونوا مع بعضنا كيفاش نندمجوا في الجروب ونخدموا اون جروب. تعزت اكثر حاجه تعزت فيا هي الثقه بالنفس، رجعت لي ثقه بالنفس فيا قويه برشا. كنت نتوقع اللي باش يدبروا لنا خدمه، لكن كي بديت فيها الفورماسيون صحيح ما عادش معمل لك مش يدبروا لي خدمه، وليت معمل على روحي. ما برشا حوايج جديده تبدلت فيا. بعد الفورماسيون هذه بالرسمي معناتها تعلمت ان يلزمني نلوج، مش نبقى حابس نستنى شكون يعطيني ولا شكون معناتها هو اللي ما عادش نستنى حتى نمشي البيرو دومبلوا، نستناه معناها حتى اللي يقدم لي بروبوزيسيون دومبلوا. وليت لوج وحدي معناها في الباغ انترنت في مع الاصحاب، نمشي لي زونتربريز. بما انك انت باش تمشي تخدم في مؤسسه كيلكون، اي مؤسسه سواء مؤسسه تعنى بالمجال الصناعي ولا السياحي ولا الاجتماعي ولا اي مؤسسه في تونس ولا حتى في الخارج، باش تتعامل مع دي مومبر اخرين ودي مومبر اخرين هذوما، لازم دي كونديسيون. بارمي لي كونديسيون يلزمك تكون انسان تعرف تحكي، يلزمك انسان عندك ثقه في روحك، يلزمك انسان تعرف تسمع، عندك ليكوت اكتيف، عندك الانيسياتيف، ريسبونسابل، تنجم توصل صوتك، تنجم تفرض روحك، يلزم فما الروح نتاع المبادر اللي هي الانيسياتيف، تنجم تفرض روحك في المجموعه وتكون انسان فاعل. هنا نهار دخلت نعمل في دي فورماسيون ما كانتش عندي نيه المشروع جبل. كنت ما عندي حكايه الوظيفه العموميه ونحب الاستاذ ونحب كذا وكذا، تو أنا قلت لك تو راني ضد الوظيفة العمومية، تو نحب نعمل مشروع. وديجا بديت في حكاية المشروع. اقترح علي مشروع القى معناه ذاتي وأنا فرحان به، ولو كان ما جاتش الفورماسيون هذه كنت أني نرفض المشروع هذا، ونتمنى أني ننجح في المشروع هذا، ونتمنى أن تضاف لنا برشا برامج أخرى كيما تجام باش تعاون برشا شباب ويفرحوا ويحقق لهم الأمل في البلاد هذه. باش نعمل مشروع تاع بوا خاطرش ديجا انا تو معناتها ساعدتني الفرصه هذه باش نعمل فورماسيون، معناتها رجعت عند ميكانيك في باجه نقرا تو حاليا نقرا ا ديستونس. سكيلز فورماسيون ياسر باهيه، ننصح بها العباد الكل، وحتى حتى حتى معناها ماكش باش تخدم ولا ماكش باش تعمل بروجي، راهي فورماسيون ليك انت لشخصك انت لحياتك انت حتى في دارك حتى مع صغارك.
le réel constat, c'est que ces jeunes-là, ils m'ont dit qu'ils avaient vraiment besoin de ce coaching, qu'il aurait dû être fait au début de leur carrière professionnelle et même au primaire, au secondaire. En tant que coach, facilitatrice, accompagnatrice dans ce programme, nous sommes ici pour essayer de répondre déjà aux besoins de la cible. La cible est venue, elle veut apprendre l'éducation financière, comment elle se في فلوسها في اموالها اكسيتيرا دونك احنا باش نحاولوا من الاول نعاونوهم ونعطيوهم لي انفورماسيون اللازمه بور ايسيي دافوار دي سوليوشن انسويت دو سيرني لي بروبليم والا لي ديفيكولتي اللي لقاوهم وما نجموش هما وحدهم دونك لي سورمونتي اون فا ايسيي دي ليزيدي باش نحاولوا pour les accompagner ou pour surmonter ces difficultés-là. C'est une formation complète, les cibles les gens, faire la connaissance, faire le comment faire ou faire réellement les solutions et les embarras sur le marché de l'emploi. تكوين في الثقافة المالية والإدكاسيون فينانسيير للناس اللي هما في العادة كانوا يجيو الفضاءات المبادرة باش ياخذوا فورماسيون سواء في لاكومبانيمون وإلا في الكرياسيون دونتربريز بجميع أنواع لي فورماسيون الموجودين على ذمتهم نقدموا أن برودوي جديد يمكنهم من التصرف في الأموال اللي عندهم على خاطر هما ناس ديستيني أنهم غدوة باش يكونوا أصحاب مشاريع عندهم فلوس نجم يكون عندهم مشاكل في المصاريف عندهم مشاكل في الإبارن ما يعرفوش معناتها ريسك هذيك علاش الفورماسيون هذه باش تقدم لهم إضافة وإضافة نجمو نعتبروها اللي هي إضافة ممتازة. الكلوب هذا هو كلوب ديستيني للشوفير دومبلوا اللي عندهم ان بروجي بروفيسيونيل بيان ديفيني متكون من 16 باحث عن شغل يدوم 3 اسابيع في الكلوب هذا حبينا نبينوا للشوفير دومبلوا ما يبقاش واقف على انه اعطوني والدوله ما عطتنيش اليوم مش تولي باش تعدى الفا باس لاكسيون اليوم باش يولي باحث عن شغل مشارك في العمليه هذيا باش يولي ستار اكتور دون سا ديمارش دو ريشيرش دومبلوا. دخلنا في الكلوب حسيتها بالحق بالنسبه لي انا حسيتها اون اوبورتونيتي اون فري اوبورتونيتي تعلمت منها برشا حاجات اول حاجه تعلمت لا ريشيرش بيرتينونت دي امبلوا تعلمت زاده كومون ديفوالي لو مارشي كاشي حاجه اول مره نسمع بها انا قبل كيما اي جون كنت ديما نلوج في لي زوفر دومبلوا توا وليت انا اللي نلوج على لي سوسيتي وانا اللي نبعث السي في نتاعي والكونديداتور سبونتاني تعلمت زاده لي زوتي دي ريشيرش دومبلوا اللي هما اول نهار بدينا فيه خرجنا لي كومبيتونس نتاعنا سافوار وسافوار فير وسافوار اتر تعلمنا كيفاش نوظفوهم زاده باش نكتبوا السي في نتاعنا تعلمنا كيفاش نكتبوا ليتر دو موتيفاسيون تعلمنا الكارت فيزيت كيفاش نعمل الكارت فيزيت نتاعنا تعلمنا زاده les appels téléphoniques كيفاش تكلم معناها les employeurs وكيفاش انت تحاول même si ما عندهمش دي بوست vacants كيفاش تحاول انت باش تاخذ منهم une rencontre exploratoire كوم ميم حتى لو كان ما لقيتش خدمه تنجم تتعلم منها برشا حاجات جات فرصه اخرى عملت فورماسيون كلوب دو ريشيرش دي امبلوا اللي هي تعلمنا منها كيفاش نعملوا ليتر دي موتيفاسيون سي في وسيرتو طالب الشغل تو حاليا عنده كارت فيزيت اللي نحنا كارت فيزيت هذه نسمعها كان عند الطبيب ولا محامي اكسترا ومن خلال الكلوب هذا تعرفنا على برشا حاجات منهم لي تري دي بيرسوناليتي اللي حددوا لنا لي تيب نتاع الخدم اللي نجمو نخدموهم احنا شنو لي بوان فور شنو لي بوان فيبل حتى اللي يكونوا فينا حتى شنو الحاجات اللي نجمو نخدموا عليهم ونصلحوهم شفنا زاد لي تكنيك دو ريشيرش دومبلوا كيف كلي سي في معناتها ليتر دو موتيفاسيون وتعرفنا على حاجه جديده اللي هي الكارت فيزيت مش كان اللي يخدموا كهو حتى اللي ديموندور دومبلوا زاد هما عندهم كارت فيزيت كي جيت الكلوب الكلوب هو استراتيجية معناتها جيت تاكدت لي انا كنت في 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 طريق مش غلط لكن ناقص مراجعات رجعت الاستراتيجية نتاعي في ريشيرش دومبلوا لقيت بعض النقائص بما فيها السويفي السويفي المتابعة نتاع لي بيست نتاعك ولا لي زوف لي دوموند اللي حطيتها ما كنتش نعمل انا سويفي تعلمت نعمل سويفي كسوا مع علاقاتي مع الأشخاص
اللي حكيتي معاهم ولا مع المؤسسات كنحط سي في. حسنت زاد من السي في نتاعي كان ناقص، يستحق مراجعة، هو مش خايبة ما تستحق مراجعة. حتى خدموا وطبقوا شنو عطيناهم احنا اليوم، فهمت؟ وثم شكون ان شاء الله نسبيرون بيان اللي من هنا للجامعة الجاية باش يصير بلاسمون ويصير لانسيرسيون على الأقل ثم ثلاثة أربعة من الجروب هذايا، فهمت؟ وأنا راها تجربة رائدة لأنها عملت نحن الأوبجيكتيف نتاعنا أن نلقوا خدمة. معاه لونتروتيان وبالوقت حكيت على الكومبيتونس نتاعي التكنيك والكونيسونس وكل شيء، وبالوقت جتني الفرصة باش نبراتيك الكومبيتونس نتاعي. وريته ديجا عنده خدمة مش ولده يخدم له فيها، قال له تحضر لك غدوة ما ثلاثة بتاع العشية، وأنا وقتها عنده بحذاه نص نهار. بالوقت قلت له مساج لحظة تك تك من با دي مينوت كملت الخدمة، قلت له تفضل الخدمة نتاعك، بقى شوكي وكل ولا انتريسي وكل كيف ما نقولوا احنا مكبش فيا. عملنا دي اكزومبل في لونتريتي دامبوش اللي هي حفزنا وعملنا ثقه في روحنا كيفاش نعملوا نمشي لوسيوستي اونت نقولوا رانا نحن فلان فلان فلان. دونك قبل كانت لونتربريز ديما تصدنا، اما تو نحكي على تجربتي لخاطرني عملت معناتها اكسبيريونس. في الاكسبيريونس هذه ديريكت حكيت لها من اج كازير السوسيتي قالت لي سي بيان تري بيان، معناتها ما خلتهاش باش تنفس ما خلتهاش باش تحكي ديريكت مو، قالت لي جيبي لي دبلوم ايغاليزي وسي في وليت ديموتيفاسيون. قلت لها ديجا هما عندي في يدي جست دبلوم ايغاليزي راني ما عنديش، قالت لي سي بيان لي بريمير سبتمبر تبدي معاك. في لونتريتيان عرفت بروحي كيف ما شفنا في الكلاب، معناتها شنو لازم نقولوا من اج جوسكا زيد، كيفاش نعرفوا برواحنا لي كومبيتونس، شنو نقولوا من الاول، شنو اللي يجي من بعد وشنو الاخر. حتى الغوميرسيمون معناتها حتى كي نكمل معناتها كل شيء غوميرسيمون اوكي، قال لي اوكي معناتها مرحبا بك معانا، وبديت معناتها ديريكتومون زاده في الخدمه. ما انا فقط بالسويفي المتابعه للاشخاص اللي كلمتهم ولا للشركات ولا لي دوسيي كله، لازم ديما تعمل متابعه وما تنساهاش المعلومه هذيك والفكره هذيك والحكايه اللي حكيت فيها مع شخص ينجم يكون عامل تالي ربما هو مازال ما جابش امبلوي. انا الشخص هذا اللي نخدم معاه تو هو عام كامل يلوج على خدام وحاول برشا مرات للي انا جيت وعاودت ذكرته وانتدبني.